ستبقى شهادة عارف عبد الرزاق رئيس الوزراء العراقي الأسبق على العصر وثيقة تاريخية حول الدور الذي لعبه العسكر في إفساد الحياة السياسية في الدول العربية وفي العراق بشكل خاص. فالرجل الذي درس الطيران في بريطانيا في العهد الملكي وأصبح طيار العائلة المالكة العراقية آنذاك كان من أوائل المشاركين في الانقلاب العسكري الذي أطاح بالملكية في العراق في شهر يوليو عام 1958، وجاء بنظام عسكري استبدادي سرعان ما أطاح به آخر، غير أن لعبة الانقلابات العسكرية أغوت عارف عبد الرزاق كي يمارسها ويقوم بها بنفسه. بعدما أصبح عبد السلام عارف رئيسا للبلاد، عين عارف عبد الرزاق رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، غير أن هذا لم يمنع عارف عبد الرزاق من أن يسعى للقيام بمحاولة انقلابية ضد عبد السلام عارف، فقام بأكبر محاولة انقلابية فاشلة في التاريخ الحديث. فبينما كان عبد السلام عارف في زيارة إلى المغرب وكانت كل السلطات في يد عارف عبد الرزاق قائما بأعمال رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، فقام بمحاولته الانقلابية لكنه فشل فيها وفر إلى مصر في سبتمبر عام 1965. حتى تتعرفوا على تاريخ العراق الحديث منذ العهد الملكي وحتى عصر الانقلابات العسكرية، أدعوكم لمتابعة ومشاهدة شهادة عارف عبد الرزاق على العصر والتعرف على ما قام به وكيف فشل في تلك المحاولة الانقلابية بينما كان يمسك بزمام كل الأمور في يديه. أرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والتنبيهات حتى تأتيكم الحلقات كاملة متتابعة مفهرسة مبوبة لتصلوا إلى ما تريدون إليه بمجرد الضغط على التوقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة السيد عارف عبد الرزاق رئيس وزراء العراق الأسبق. سيد عارف، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. في الحلقة الماضية توقفنا عند مرحلة هامة في حياتك وفي تاريخ العراق أيضا، وهي إنهاء دراستك للطيران في بريطانيا وعودتك إلى العراق في العام 1945. هل لاحظت تغيرا في الحياة السياسية في العراق قبل سفرك في العام 43 وبعد عودتك في العام 45؟ الحياة السياسية مشت على نفس الروتين، نفس الأشخاص، نفس الأشياء الأخرى، لكن الحياة الجديدة اللي صارت، كان هناك بعثة بريطانية في القوة الجوية العراقية وفي الجيش العراقي، وكان دخلت بريطانيا في تقليص الجيش العراقي من 4 فرق إلى فرقتين. الدوافع التي تخوفهم من حركة 41، بقايا تخوفهم من حركة 41، وبعدين دخلوا في كل مضامير الحياة، في البنوك، في العملة الخارجية، في التموين، في كل مضامير، كل كل في كل وزارة كان هناك مستشار او منفذ فعلي انجليزي بريطاني. نعم. بقت هذا الحال الى سنة 48 سحب القوات البريطانية من هناك حتى لا يقال أنهم ساعدوا العراق في حرب 48 ضد إسرائيل. قبل أن نصل إلى 48، في العام 45 وفي العام 47 حصل تمردين متعاقبين للأكراد في العراق، وقضية الأكراد من القضايا الشائكة ومن القضايا القديمة، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتمرد فيها الملا مصطفى البرزاني على نظام الحكم في العراق. هنا أنت شاركت كطيار قاصف لمواقع الأكراد،
أنا بعد رجوعي وأنا في إنجلترا تعينت أنا ضابط طيار في السرب في الرف الثاني في السرب الأول. كان عمري المرحوم محمود أيوب. وفي بعد بقائنا بأقل من أخذت إجازة لمدة شهر ثم عدت. وبعد شهر حدث عصيان في الملا مصطفى. عصيان الملا مصطفى لم يكن وليد ذلك اليوم. نعم. احداث فتنه في داخل العراق احد اسس التفرقه بين سكان العراق. هناك الشيخ محمود ابتدى في تمرد سنه 1928 في السليمانيه، وكان الجيش العراقي ذاك الوقت يعتمد على المتطوعين، لم يكن التجنيد الاجباري ملزم في العراق. التجنيد الاجباري دخل في العراق سنه 35 34 سنن و35 دخل السوق الاول. كان البريطانيين هم اللي ساعدوا على سحق البريطاني، لكن كان لهم غايات يعني يثيروا الفتنة من هنا. يعني البريطانيين كانوا وراء إثارة هذه الفتنة؟ أنا يعني هناك دلائل كثيرة على هذه الفتنة. يعني حتى في سنة في خلال الحرب العالمية الثانية كان هناك نادي عملوه للأكراد في داخل بغداد، وكان هم اللي مولوه اللي أشرفوا على تنظيمه وأشياء أخرى هناك. وبعدين ملا مصطفى أظن طار سنة 33 و35 و43 43 كثير من ضباط الجيش العراقي الأكراد التحقوا بها، وبعدين صفيت سياسيا وأعيد الضباط اللي هربوا إلى القطاعات إلى ملا مصطفى إلى نفس وظائفهم السابقة إلى أن حصلت 45. بال45 الخبير البريطاني قال أن الجيش العراقي عاجز عن إخماد هذه الثورة، لكن صار رئيس أركان الجيش العراقي كان صالح صايب على إمكانية إخمادها من قبل الجيش العراقي، فتحرك رتلين رتل من عقرة باتجاه برزان، ورتل الثاني من بافستيان من خليفان بافستيان إلى مازنة إلى مرقسور مازنة العفو. فكان فالقوة الجوية كان السرب السابع والسرب الأول. إيه كان وضع القوة الجوية للعراق هنا؟ والعراق كان مهتم بقيام أو بعمل قوة جوية قوية من البداية؟ لا، وبعد بالخمسة وأربعة وأربعين بعد أن حطموا كثير من الطائرات البريطانية الإيطالية والبريطانية، فأعطونا سربين باعونا سربين أنسن من طائرات قديمة كانت مخزنة في شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية. البريطانيين اللي باعوا البريطانية أعطونا إياها بثمن ثمن غالي. وهذه فمع الأسف بعدين ثبتت أنه هالطائرة عدم كفاءتها، رغم أنه اشتغلت فترة طويلة، لأنه أحد الطائرات بها تفسخت بأحد الطيارين بالجو فلشت بها سنة 48، لأنه كانت مصنوعة من خشب وكانت مخزونة في شمال أفريقيا بهذا الحر لمدة طويلة، فكانت غير صالح للطيران في كثير. فأنا كنت أحد الطيارين اللي بالسرب الأول. كم طيارة تقريبا كنت بتملكه في ذلك الوقت؟ 30 طيارة من هذا النوع. كان عدد الطيارين كم في القوى العراقية؟ كان من رجعت كان حوالي 65 واحد 65 واحد إلى 70 واحد. فقط أنتم المجموعة الستة الذين درستم في بريطانيا والباقيين كلهم سقطوا مننا اثنين وعدنا أربعة فقط. سرسبوا في لم ينجح اثنين مننا في إنجلترا وعدنا أربعة طيارين فقط. كانت المرة الأولى التي تقوم فيها بعملية قصف حينما قصفت الأكراد؟ لا، كنا في الكلية في إكران واللي تعلمنا على الرمي على الأهداف في القصف على. لا، أنا بقصد قصف حقيقي. قصف حقيقي لأول مرة في شعورك إيه وأنت طالع تقصف عراقيين مثلك؟ والله شعور مؤسف وواجب، واجب لازم تنفذه، لكن مؤسف أنه يعني أنت تضرب قرية معينة ما تعرف شكو بها، هل هي فارغة هل بها بشر، يعني لابد يختلجك بعض الشعور بالندم. لم يعني تكونوا تقصفوا قوات وإنما كنتم تقصفون قوات؟ لا يوجد قوات، هو كان محاربين يختبون من نشوف الطيارة يختفي بين الأشجار الموجودة بالشمال، فكان قصف على إما لتأمين رأس رأت المعين حمايته قدام الرتل، أو لقصف مدن معينة.
ألم تكن هذه العمليات التي يقوم بها الجيش العراقي تحديدا أيضا مثارا لاستمرار النزاعات الانفصالية لدى الأكراد وزيادة الكراهية بينهم وبين باقي تركيبة السكان العراقيين؟ لا، هو بذيك الحركات ما شارك كل الأكراد، يعني هناك الزيباريين و لولان، رشيد لولان وكثير من الناس ما شاركوا في الحرب، فكانت مقتصرة رغم أنه كانوا هم يمكن متعاهدين مع المصطفى، لكن إما خانوه وخذلوه، ما أعرف شيء يعني الكلمة المناسبة للكلام هذا، ما قاموا بعملية. حينما رجعت كانت عملية التنظيمات السرية أيضا كانت بدأت، هل دعيت للمشاركة في أي تنظيم سري؟ أنا حضرت في سنة 45 بعد رجوعي في أحد الاجتماعات في أحد شارع الرشيد كمشاهد وليس كعامل في العملية، بقايا من جماعاتنا شفتهم هناك موجودين، وفيهم مدنيين مرة مشاركين، فيهم مدنيين أذكر بهم قاسم المفتي أحدهم كان موجود. ما الذي كان يدور في الاجتماعات في ذلك الوقت أو داخل التنظيم؟ يعني أن التنظيم مضمحل، لابد من تنشيطه، لابد من يعني النصائح الموجودة بها. إيه أهم التوجهات الفكرية التي كانت تحرك التنظيمات السرية في ذلك الوقت؟ ما هو الشعور العربي، ما كانش فيه شيوعيين؟ نعم، شيوعيين بعثيين؟ لا، شيوعيين كان في طول عمرهم في حزب سري غير معلن، ما حد يعرف. لكن أنا قلت قسم من 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 دوائرنا السياسية، يعني من خلايانا، بعد أن اضمحلت الاتجاه الثوري ضدهم راحوا إلى اتجاه الشيوعيين. ذكرت منهم حسين خضر الدوري وثابت حبيب العاني. أنت لم تفكر في الانضمام إلى الشيوعيين أبدا؟ لا. هل دعوك للانضمام إليهم؟ لا. كانوا يختاروا نوعيات معينة؟ ما أعرف، لم أسبر غورهم مطلقا. ايه هي الحركات الاخرى غير الشيوعيين وغير انتم القوميين؟ لا، كانوا بال 46 اجيزت الاحزاب، في 46 اجيزت الاحزاب، وطبعا كانت مجازة من قبل وكانت تجازة. كانوا حزب الاستقلال هو حزب الاتجاه القومي، وكانوا حزب وسط اللي عشعش به اليهودي الشيوعيين هو حزب الاهالي، وبعدين صار حزب الامه وحزب الاتحاد الدستوري، راسه هو كل من صالح جبر ونور السعيد. هل استوعبت هذه الأحزاب كل التوجهات السياسية على الساحة العراقية؟ هو الحزب الاستقلال استوعب الاتجاه العراقي القومي فقط. نعم. باقي الأحزاب كانت انتهازية أكثر من حقيقية، الاتحاد الدستوري والعدل الأهالي. الأهالي لا، كان لك صلة غير مباشرة بأي حزب من هذه؟ أبدا لا، كنت أقرأ جريدة لواء الاستقلال. كان شعوري الداخلي ميال إلى حزب الاستقلال. كان تأثير البريطانيين على القرار العراقي لازال قوي في تلك المرحلة؟ يعني نرجع إلى صفة الأمير عبد الله، يعني من ناحية دستورية لا، لكن الأمير عبد الله اللي هو الواصي على العرش، الواصي على العرش يخاف من الإنجليز، هو ترك الحجاز كما يقول رحمه الله بطرق بطقم واحد من ملابس الداخلية، فكان يبقى عاريا إلى أن يغسلوا له ملابس الداخلية، فكان يخاف أن يرجع لذلك الحالة. وبعدين نفي جده الملك حسين إلى قبرص ومنع زيارته للآخرين، فكل العوامل أثرت عليها. أنا شفته سنة 48 بعد أن ذهب في الشتاء إلى سرسنج، وأنا كنت أحد مرابط السرب الأول في الموصل، ونزل الطيارة تحمله عندنا بالمطار، فشافني سلمت عليه مع بقية الضباط، وبعد اليوم الثانية والثالث. كانت المرة الأولى التي ترى منذ أن لقيته في بريطانيا؟ لا لا لا، شفته بال 47 شفته عدة في لندن. عرفك بشكل شخصي؟ نعم. كان يعرفك بشكل شخصي؟ بال 47 بعرفني بشكل شخصي، نعم بال 47 كنت اشوفه بشكل دائم. 46 شافنا بسراد نصر، كان يشوفنا بشكل شخصي، مجموعه كنا حوالي 20 30 ضابط، فكان يشوفنا يعني. بال 48 بالشتاء بالتاك هو مر،
وطلع احد الضباط، جاني احد الضباط منه قال سيدنا الامير يقول اذا تقدر تجينا يوم يومين اهلا وسهلا بك. قلت انا ضابط مرتبط بامر، روح اذا روح اسال الامر، والمره اذا وافق الامر اخذ رايي انا. فوافق الامر. بعدين انا قلت له ما اقدر اجي اليوم لانه زوجتي تبقى واحده بالموصل، فارسلت ورقيه او تلفوني الى ام زوجتي، جت قعدت معها ورحت هناك قعدت معهم يومين بالشتاء. كانت المرة الأولى التي تختلط فيها بالحاشية القريبة من الوصي على العرش. فكان البيت بتاعه كان عبارة عن مدرسة من الابتدائية من الآثوريين، في واحد اسمه القاشة كان هناك القس، وكان عبارة عن غرفة صغيرة ويسكن بها هو وبها صالة صغيرة للجلوس، وكان احد الغرف الضباط باحدى الصفوف مع المدرسه ينام فيها كل اربع او خمس ضباط فيه. شعورك ايه لما شفت الوصي على العرش والحاشيه ويعني كيف تدار الدوله يعني؟ يعني انت مش رايح تقعد. انا جاي شايف بانجلترا وعايش بانجلترا سنه ونص سنتين، فعايش على الديمقراطيه وعايش على حريه وعايش، فما كنت اهتم كثير. لكن انت كنت عايش فيها في امورك الخاصه في حياتك في العراق؟ لا انا انا ضابط وانا عايش من 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 جهدي وبراعتي في الطيران. طيب الان انت يعني رايت الوصي على العرش الحاشي حوالي، قعدت معهم يومين. انا بس اقول كلمه واحده حتى استشهد بها على خوفه من البريطانيين. نعم. بعد كان واحد اسمه جميل عبد الوهاب، كان احد كان سفير احد السفراء وكان وزير في وقت ما، وكان هناك بعض الضباط كثير، ضابط الطيارة اللي ناقله كنت أعرفه، وكنت أعرف أحد من المرافقين كنت شفته سنة 47 الله يرحمه عليه هذا الصانع. فما أعرفش بعد شوية شربوا كم قدح ويسكي فابتدأ يبكي زي الطفل زي المرأة عبد الإله. فاستنتجت أنه لابد هناك من لامه على فعل عدم التصديق على المعاهدة. فكان رجبي يعني، وبعدين اضطرينا نترك ونخليه مع بعض المرافقين ماله. يعني صار يبكي، كان بيتكلم مع بكائه بيوصف شيء؟ ابدا بس يبكي كلمه كالطفل كل مره، يعني ينتحب يعني لم ارى شخص ينتحب. وصل لمرحله السكر ولا كان لسه؟ لا كان في البدايه. لا والله كان في البداية. يعني ما اول كاسين عمل كده يعني بالضبط كده يعني حتى لا أكون ظلمته أو ظلمت نفسي. في شعورك كان إيه طيب لما شعرت إن ده يعتبر الملك؟ كنت يعني كلنا قدرنا أن هناك من لامه من الإنجليز على العملية دي، فكان يخاف أن يفصل، كان يخاف يفصل من الوصايا على العرش. الرجل رحمه الله كان في ما تعامله مع حاشيته جنتلمان، كان مسلم، كان يصوم ويصلي في رمضان، كان شعوره عربي ماكو شك فيها، ويشرب برضه مش مشكلة. يشرب، كان كثير من العراقيين يشربون، كثير من النسوة كبيرة تشرب. لكن أنا سآتي إلى هذا بالتفصيل في الوقت الذي أصبحت فيه أنت الطيار والمرافق للعائلة الحاكمة. سنتحدث حول هذه النقطة. ولكن الآن في 29 نوفمبر 1947 صدر قرار تقسيم فلسطين وأصبحت المنطقة على شفا الحرب. العراق كانت محتلة من البريطانيين يعني، كانت تحت الوصاية أو الانتداب البريطاني، محتلة من الداخل بس اسميا لا، تحت الانتداب البريطاني. لا مو تحت الانتداب، لا كان في مندوب سامي بريطاني. كان لا ما كان مندوب سامي، كان سفير. مندوب السامي ألغي في سنة 30، ألغي المندوب السامي كوكس في سنة 30، لكن كانت الاسم تبدل الاسم لكن الأمور لم تتغير كثيرا، وكان هناك قاعدتين عسكريتين كبيرتين لبريطانيا، وكان هناك مستشار بريطاني في كل مؤسسة أو وزراء. وكان الوصي على العرش كما ذكرت يعني الموظف لدى البريطانيين، ويخشى أن يقيله البريطانيين أو يبعدوه عن كان شعوره الخوف منهم. الآن أصبح هناك تحرك عربي عام من أجل مواجهة اليهود في محاولتهم اغتصاب فلسطين، لا سيما بعدما صدر قرار التقسيم في 29 نوفمبر 47. القوات العراقية قامت بدور، وكان الجيش العراقي كشيء من الإنصاف والتاريخ كان سباق إلى كل هبة كان يمكن أن تحدث فيما يتعلق بقضية فلسطين، وكان هناك توجه من البداية لكي يكون جيش العراق جيش قوي. أنتم كضباط في الجيش العراقي كطيار أنت
كنت أمر سرب في ذلك الوقت أم ماذا كان وضعك؟ كنت ضابط بالسرب. كنت ضابط بالسرب. شعوركم إيه لما صدر قرار تقسيم فلسطين وأنتم ضباط وقضية فلسطين كانت قضية الكل، وأنت قلت وأنت كنت في المدرسة الثانوية كان معلموك كلهم من الفلسطينيين وتركوا أثر كبير في حياتك. دعني أرجع قبيل أرجع قليلا قبل هذا الحرب. في بعد التقسيم استقالت وزارة صالح جبر بعد الرفض المعاهدة وشكلت وزارة محمد الصدر في بداية سنة 48. فصار إضراب طلابي في العراق، فاستجابة لرغبة الجماهير العربية في كل مكان حدث اجتماع سياسي في بلودان في سويسرا. نعم. في بلودان. في بلودان في سوريا. في سوريا عفوا. نعم. في سوريا. نعم. وتقرر إيجاد متطوعين عرب، مو جيوش، متطوعين عرب. نعم. بقيادة تعين طه الهاشمي قائد المتطوعين ويعاون اللواء إسماعيل صفوت. نعم. من العراق. فطبعا هذه ما أشبعت رغبات الجماهير العربية. فاضطرت الطلابين للاعتصام في مدارسها في الثانوية ومظاهرات قائمة على قدم وساق، فاضطروا الاجتماع مرة ثانية في القاهرة وعين تشكيل قطاعات من الجيوش العربية تحت قيادة الملك عبد الله. نعم. وكان رئيس الأركان بتاعه الجنرال فريق نور الدين محمود. لا فريق نور الدين محمود كان قائد عام للجيوش العربية والملك عبد الله كان قائد أعلى. لا كان اولا نور الدين محمود كان قائد فرق ما كان موجود هناك، اللي كان قائد صالح صائب كان رئيس كان جيش. وكان اللي صار قائد القوات صالح صائب تحرك نحو فلسطين بالقوات العراقيه في 15 مايو ايار 1988. ما مش القطاعات العراقيه كلها، كان معاه حوالي 12 من 10 ل 12 الف جندي. القوه الاليه والقوة الآلية عبارة عن كتيبة مدفعية زائد نفوذ المشات زائدا سرية هندسة. نعم. وكان كتيبة مدرعات خفيفة. وكان يوم 15 تقدمت السرية يعبرون من منطقة اسمها كوكب الهوى. نعم. كان السرية الأولى بقيادة النقيب طالب جاسم العزاوي. فمع الأسف اليهود كانوا متوقعين الحركة مالتهم، كان مكشوفة الظاهرة وهناك جواسيس، فتوقفوا لهم على التل على كوكب الهواء، كان في امطرهم وابل من الرصاص، فاضطرت السريه ان تنسحب وقتل قائدها والفوج انسحب ما كمل الهجوم بتاعه. يعني هنا وضع الجيوش العربيه هلهله، لم تكن مهلهله. وبعدين يعني انت رايح تحارب دوله وتفكر بها، هل هو تقدير خطا للقوات الاسرائيليه أم هو نوع من الجهل أو الغباء أو ما أعرف شو أصفه إيه؟ البريطانيين تدخلوا في تحرك العراقيين نحو لم يتدخلوا، لا، لكن انسحبوا كل القطاعات اللي موجودة في الجيش العراقي، انسحبت قبل 15. نعم. حتى لا يثار رأي ضدهم، رأي العالم ضدهم أنهم عملوا مع العراق ضد إسرائيل. أي وضع القوات الجوية العراقية في ذلك الوقت ودورها كان في المعركة؟ كان عندنا بقايا السربين دول الأنسن، وكان عندنا بقايا السرب أودا جلاديتر بقايا، يعني طائرات كلها سكندها القديمة وكلها مستهلكة تقريبا. فكان تعين إرسال السرب السابع إلى المفرق. من الذي كان يقوده؟ كان يقوده المقدم محمد روف حسن. وأنت كنت في أي سرب؟ أنا كنت بالسرب الأول. لا. نعم. كان عمري نديم صديق العبيدي. نعم. في نفس اليوم كان احنا يعني القائد القوة الجوية استطاع ان يلوم البريطانيين على الطائرات هذه وانها غير صالحة، وبعدين فاضطروا قبلوا ان يرجعون ثمانية، يمكن كان 10,000 دينار كل طائرة، اعتبروها رصيد سابق لثلاثين طيارة فيوري من طيارات مقاتلة حلوة ذاك. طبعا كل الطيارات دي انتهت. لا كان انتهت، لكن وقتها كان 48 كان طيارات حلوة. طيارات حلوة. لكن ما لسه جابوها، وصلت منها أول 10 طيارات أو 11، واحدة احترقت وبقت 9 طائرات لكن من دون عتاد. بها مدافع لكن من دون عتاد.
طبعا زي العصيان يعني. وبعدين سووا امبارجو منعوا وصول البقيه. بتاثير شخصي بين فاروق وبين عبد الله اعطونا 6000 طلقه المصريين. المصريين نعم. للطائرات هذه الحديثه تعطي حوالي 12 طياره، كل كان مدافع الطياره شيل حوالي 12 طلعه يعني. 12 طلعه نعم، هنسميها طياره نعم سورتي يسموها بالانجليزي. بالآخر 48 بيوم 15 مايو جينا من جابونا من الموصل لندرب على طائرات الفيوري دي جديدة جديدة، فأعطونا شوية انستركشن عليها، ما تطول 10 دقائق أنه هاي طائرة كذا كذا، وكلنا اضطرنا بها بدون أي تدريب بدون تدريب. فبقينا نستمر فيها إلى أن صدرت برقية بإلحاق رف من السرب الأول إسناد للسرب للسرب السابع اللي هو المشترك في الحرب. أنا الطائرات الفيوري أخذوها لأنه كانت طائرات تحوم علينا وحنا في بغداد قاصفة مجهولة الهوية، حاولنا نتصدى لها بدون طائرات بدون اعتاد. عرفتوا هويتها بعد كده؟ على أكثر بريطانية. بريطانية أكثر بريطانية مدفوعة من قبل اليهود يعني؟ والله يسميها ما تريد. لا مش بسميها، حضرتك اللي عشت الحدث. انا شفت الطياره، ما شفت من دفعها. انا شفت الطياره طرت ما قدرتوش تتوصلوا مين انا شفت الطياره طرت اقاطعها فوق العراق فوق بغداد فوق المعسكر رشيد. وبعدين اضطرت القوه الجويه ان تبعث طائرات الفيوري الى الموصل، وبقيت انا مع طائرات الانسن معين للسرب السابع، ما تعتقد انهم طياره اودي طياره صالحه واجيب طياره عاطله. فبقيت يمكن حوالي اسبوع او 10 ايام على هذا المهم. تحرككم في ذلك الوقت كان في اطار العراق فقط ولا كنتوا بتطلعوا طلعات فوق فلسطين؟ لا فوق فلسطين طبعا. انت شاركت في أنا بعض انا شاركت في اليوم الاخير في اليوم الاخير. كيف يعني كان اليوم قبل اليوم قل لي اولا طبيعه الدور اللي قام بيه اللي قامت بالقوات الجويه العراقيه في حرب 48، وبعدين نيجي على الدور اللي انت قمت بيه في اخر يوم. لا اسند للقوات العراقيه قصف مدن معينه او بواخر معينه في حيفا ما نجح فيها. كان بتنسيق مع باقي قوات، كان في قوات جويه من دول عربيه اخرى بتشارك؟ طبعا كان قوات جويه سوريه، كان طارت هارفرد وما بيها رشاشات، فالمصريين اعطوهم رشاشات يخدموا عندهم بعض الطيارات مكانها. وكان في طيارات مصريه سبيت فاير طاروا فوق مطار رامات ديفيد، وطارت عليه طيارات انجليزيه تمبست كانت على اساس تحمي انسحاب البريطانيين في اول 48 اول غزو بعد 15 مايو، فاسقطوا 6 طيارات بريطانيه فيها، فالمصريين احجموا بعد ان يقوموا باي عمليه بعد هذه. كان الملحق الجوي مالهم اسمه المقدم حشاد، كان اكو بالمقر القوة الجوية واحد عراقي اسمه جلال جعفر، ففي كان المقر كان في يعني كان الجيوش ما يسمى بالجيوش العربية، الجيوش العربية كلها لها ممثلين في القيادة العامة، لكن رئيس القيادة العامة هو جنرال كلوب. كيف كانت مشاركتك انت في الحرب؟ انا في قبل الحرب توجهت الحرب، وبعدين في تميز للقطاعات العربية بعد مجيء قوات كثيرة من العراق وتعيين مصطفى راغب قائد للقوات العراقية في نابلس، كان هذا ضابط تركماني بس ضابط جيد، وقام بواجباته. وبعدين يعني كان عمر علي أيضا من الأبطال اللي قام بالعملية في معسكر جنين. جنين كان بها قطاعات عراقية بقيادة، كان القطاعات العراقية في جنين نابلس طولكرم. لا حتى لو بعد توجهوا قبل أن تخرج بعد ككوب الهواء توجهوا إلى جسر المجامع. جسر المجامع في قلعة، هناك قلعة كيشر، حاول كان طالب جاسم عبد الكريم قاسم كان قائد تولى قيادة الفوج هناك. وحاول ينسف الباب ويتقدم لكن تكبت خسائر وما نجح. بعدين القيادة العراقية شافت أن القوات هذه غلط، فجابوا فرقتين راحت هناك كملت لكن تدريجيا مو على بقت واحد.
فبعض التميز للقطاعات العربية أجبروا على هدنة لمدة 30 يوم. بعد الهدنة استمرت الحرب مرة ثانية. فبعدين جت برقية بإلحاق رف من السرب الأول بالسرب السابع كمعين. فتحركنا 4 طائرات من بغداد. فوصلنا قبل الهدنة بيوم واحد. قبل بيومين. اليوم الأولاني ما أعطونا واجبات. وصلتم إلى أي مطار؟ وطرنا نطير من بغداد نزل من مطار H3 ومن H3 نصل المفرق. لأن كان الطائرة ما يكفي البنزين ما تروح. كنتوا تذهبوا إلى أين؟ إلى مطار اسمه H3 داخل العراق. H3. نعم. كان هذا نسبة إلى حيفا. كان هذا المطار أنشئ من قبل شركة النفط. اللي وكنتوا مباشرة تطيروا من المطار الثالث اللي هو؟ من المفرق. من المفرق. إلى فلسطين. تضربوا وترجعوا إلى المفرق. المفرق. نعم. فكان حتى مع الأسف يعني قوات كان ضعيفة وهزيلة. يعني كان أمر الدفاع الجوي ضابط من الدورة السابقة دي. فقلت له ما كيف كم عندك من العتاد؟ قال ما يكفي الرمي نصف ساعة. كان 20 ملمتر حتى ذاك الوقت. وانت كان عتاد طيارتك يسمح بأن تقتل إلى أي مدى؟ أنا كان طيارتي بيه ترت، لكن ما عندنا مع الأسف ترت بيه مدفعين فيكرس، رشاشة فيكرس. لكن الطيارين الجنود ما كانوا مدربين عليها، وكان في رشاشة واحدة لقدام بس، وكان بيدو رينج من الطراز القديمة ما كان بيها. في المقابل كان تسليح الإسرائيليين إيه في الطيران؟ كان عندهم في البداية ما كانش عندهم طيران كثير، كان عندهم أوستر، وكان عندهم تركولهم الإنجليز طيارات صالحة سبيتفاير في المطارات اعتبار غالي. يعني أحد الطيارين البريطانيين بلغني بهذا الكلام على أساس إنه عاطل وسوي شكله. وبعدين جابوا طيارين متطوعين ما كان عندهم طيارين. نعم. فكان عندهم وصلوا موستانج، كان عندهم طيارة ضربت الفيوري، وكان عندهم جابوا بالأخير أخير يوم قبل اليوم الهدنة الأخيرة B17 قاصفة ثقيلة. كانت 3 طائرات نزلت مطار رامات ديفيد. فأنا أعطوني واجب اليوم الأخير قبل الهدنة الأخيرة، واجب صباحا. طرت مع طيار اسمه صالح تكريتي، هو كان رئيس وأنا كنت ملازم أول. قصفنا على أساس نشوف بواخر في حيفا، وما لقينا حيفا نضرب معسكرة ثانية ومعسكر أتليت شمال تل أبيب. نعم. فنفذنا الواجبات، وبعدين أعطونا واجب آخر قبل الهدنة ب5 دقائق. أنت بتنفذ الواجبات، أنت هنا شعورك، أنت قبل ذلك قصفت مواقع الأكراد، الآن بتقصف مواقع اليهود أو الإسرائيليين، شعورك مختلف في القتال؟ إيه طبعا ما كنت شك مختلف. كان إيه طبيعة الشعور الآن وأنت المعركة، أنت في اليوم الأخير منها بتشارك؟ اليوم يعني حتى أنا ما كنت متحمس بالطلعة الأخيرة، لأن أعرف أنا بعد نص ساعة راح تكون هدنة. بس جت برقية أنه هناك طائرات B17 نزلت في المطار ده، وطلبوا طيارتين ترميهم بقنابر وقنابر حريق. فقلت للأمر السرب أنا لم أستخدم القنابر الحريق سابقا، ما أعرف أرميها، فخلي الطائرة الثانية شيل قنابر الحريق وأنا شيل قنابر المهداد، وأنا أستطيع أن أصيب الهدف. أنا عندي خبرة كبيرة أقدر أقصف الهدف اللي أريده. فمع الأسف أمر السرب كان لا يستطيع أن يتصرف، فقال له هاي البرقية جاي ما هي نفذه مثل ما هي. فطار طيار اسمه رشاد الياور، كان رائد وأنا كنت ملازم. لأول مرة شفته أنه نعمل بريفينج قبل الطيران، قال إذا أنت طيارتك عطلت أنا أرجع أو اثنين نرجع أو اثنين نوصل. عمل شوية الطيارة الأولى الصبح ما عملش معايا أمر تشكيل الطرطبان. ففعلا قبل الساعة 6 كان يصير الساعة 5 والساعة 6 الهدنة، قبل 5 دقائق قاعد فوق الهدف. الليدر القائد مالي كان على جبل الكرمل، كان مكان ما يدور من اليمين سوى دوران شمال، فكنا ناخذ نار من مطار مجدو ومطار من رامات ديفيد، كان بف مال المدافع كان بس كان طيار فائق. فاستطاع يعني المضادات الطائرات كانت بتقصف عليكم، مدافع ضد الجو كانت تقصف علينا. مررنا 3 مرورات، اول مرور استكشافي، ثاني مرور رمينا القنابل المهداد الحريق، وبعدين رمينا قنابل المهداد. فالطيار رشاد ياور اصاب واحده من الطائرات، كانت كونتينر مع القنابل الحريق وصلتنا.
فمريت من المرور الرابع علي انا وجتني برقيه، ما كان كلام بيناتنا، جتني برقيه من لاسيكي قال لي طائرات معاديه بالجو، هل صحيح ولا؟ انا طبعا مغرب بالجو توجهت نوع القاعده مالتي الى المفرق، وبعد قبل ما نصل اعلنت الهدنه. كطيار مقاتل في حرب العام 48، كقائد للقوات الجويه العراقيه بعد ذلك، كيف تقيم اسباب هزيمه العام 48؟ اولا الجيوش العربيه لم تكن على مستوى كافي من التسليح. ثانيا رغم وجود قياده موحده لم يكن هناك اي توحيد بين الجيوش. فكان باستطاعه القوى الجيوش العربيه فك الحصار عن الفالوجه لكنها لم تفعل. الجيش السوري كان جيش في بدايه تشكيله، كان عباره عن لوائين، ودخل في كل قواته بخبره قليله واعطى ضحايا كثير. الجيش العراقي بعد تكامل قوته استطاع ان يحتفظ بنابلس وطول كرم وجنين، وصل الى دير يعني الى بعد اقل من 10 كيلومترات عن البحر، ابلى بلاء حسن في جنين. يعني بعد كان امر فوج في جنين اسمه العقيد نوح عبد الله، وكان حوصر من قبل القطاعات الاسرائيليه، ولحسن الحظ كان وصول قطاعات عراقيه جديده امرها واحد اسمه العقيد عمر علي، كان من ضباط الشجاع. نعم. فاستطاع ان يروح ويفك الحصار عنه ويسوي ويحتل امر جديد. ف لكن برضو في لكن لو الجيوش العربيه على وضعها الذي كانت عليه سلحت تسليحا جيدا وكان هناك تنسيق في القرار، هل يمكن كانت ان تحقق نصر على اليهود في ذلك؟ اريد اتكلم شيء غير الجيوش. الجيوش العربيه لم يكن عندها الايمان الكافي للقتال. فرد الفرد الفرد العربي ينقص الايمان الكافي. يعني الاسرائيلي عنده ايمان غذوه من سنه 1982 من بعد كتاب هرتزل، وفي خلال 1914 استطاعوا ان يشكلوا فوج يهودي من 745 جندي شارك في بعض الحركات العسكريه. في الحرب العالميه الثانيه شكلوا لواء يهودي من فوجين او ثلاثه في شمال افريقيا. نعم. تشكلت هذه نواة الجيش اليهودي في الإسرائيلي في فلسطين في زمن الاحتلال البريطاني، كانت عصابة هاغانا والعصابات الأخرى الموجودة بها اللي كان قائد ناحيم بيغن وكل الناس اللي كانوا موجودين. غذوا اليهودي أنه إحنا مع الأسف يعني كانت الحرب العالمية الثانية خلال فترة مرينا بها حوالي 500 سنة تعلمنا أعيش أنا ويموت غيري. اليهود غذوا روح جديدة، أموت أنا ويعيش غيري. إحنا ما كان عندنا هذا الإيمان، ولا حد الآن لا يوجد هذا الإيمان. إحنا عندنا عطف لكن ما عندنا إيمان. لكن عفوا اليهود حينما جاءوا إلى فلسطين جاءوا ليعيشوا وليسوا ليموتوا، وهم أكثر الناس حرصا على جاءوا ليعيشوا، لكن حتى يعيشوا لازم يبرهنوا أنهم أقوياء. لكن هل كانوا لم يجئوا ليستجدوا بعد جيش الاحتلال الفلسطيني من قبل الجنرال الانبي، وبعد وعد بلفور سنه 1916 17 لوايزمان 16 1916 16 اكتوبر 16 ابتدى عندهم يعني بنهايه الحرب يعني شافوا انهم غلبوا يعني حاولوا يسوي، فعملوا هجره رسميه من 10,000 يهودي كل سنه، لكن هناك هجره غير رسميه تضاعف هذا العدد. نعم. ففي حدود سنه الاربعينات كان وصل من عندهم حوالي مليون او اكثر موجود بها يعني، لكن كان عندهم كان في بدايه الحرب كان ينقصهم المدفعيه والطيارات، لكن كان عندهم مدرعات، كان عندهم الفدائيين. يعني نستطيع ان نقول بان
اليهود حينما دخلوا الحرب كانوا على أتم الاستعداد لها، دربوا أنفسهم طبعاً. كانت الحرب العالمية الثانية مسرحا عمليا للتدريب، كانوا مستعدين من زمان. في المقابل كان عندهم تسليح جيد، أيضا القوى العظمى وقفت إلى جوارهم وأيدتهم. في المقابل العرب لم يكن لديهم الاستعداد لهذا، لا عسكريا ولا على الجانب المعنوي، لكن كانت هناك قوات المتطوعين. هل تعتقد أنها لعبت دورا في تعديل كفة الحرب؟ لا أعتقد. المتطوعين يعني قاموا في بعض العمليات لكن لم تثر على نتائج الحرب. ما شيء قاموا في عمليات فدائية، وقاموا في عبد القادر الحسيني والآخرين. تقييمك لدور الحكام العرب في ذلك الوقت؟ والله هي خليط من ضغط الجماهير العربية اللي صارت عليهم وعدم قناعة شخصية أو يعني تقليد بشأن اليهودي، فاكرين أن اليهودي ليس الموجود في بغداد مثل اليهود أبو سيفين وشو الآخر، لكن اليهودي اللي موجود في فلسطين. لا أنا أقصد تقييمك لأداء الحكام إيه؟ هل كانوا الحكام فعلا عن قناعة وعن يقين حينما تحركوا من أجل تحرير فلسطين؟ كان استجابة لضغط الجماهير فقط، كان استجابة لضغط الجماهير ليس عن الجماهير. قناعة ولا عن إيمان، كان استجابة لضغط الجماهير الأول والأخير. ما يقال عن عمليات فساد وخيانة، كان مؤتمر بلودان سوى متطوعين وبعدين ضغط الجماهير خلتهم يسوون قيادة عامة يدخلون بها. ما يقال عن خيانة وما يقال عن أنا لا أستطيع ما أنا أملأ فمي بكلمة خيانة، لكن أقول تقدير سيء. انتهت الحرب وأصبحت إسرائيل واقعا في المنطقة، قامت على أطلال فلسطين، هل غير ذلك بالنسبة لك في ذلك الوقت كعسكري عراقي وطيار؟ لا، كان هناك اندمال جرح آخر في حياتنا، يعني لسه نشعر ب ب ب ب ب وخز الضمير وقلة الوفاء. نكأ تقول يعني نكد. يكون هناك يعني نكأ لجرح ولا يعني كنا يعني حس الألم في 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 قلوبنا أنه ما قمنا بعملية معينة. العراق من الدول العربية التي وجدت فيها جالية يهودية كبيرة، وهناك الجبهة الصهيونية لبلاد ما وراء النهرين أسست في سنة 21-22 شباط وظلت قائمة. هل ظل يهود العراق يلعبون دورا في تقوية ودعم إسرائيل؟ لا، بعد 49 صارت هجرة، يعني إسقاط الجنسية عن اليهود، وكان قسم منهم هربوا على طريق إيران إلى فروا إلى إسرائيل، وقسم صار إسقاط الجنسية مشروع قانوني إسقاط الجنسية وخروجهم، يعني العراق ما زم بالبقاء. طبعا الوضع في العراق في ذلك الوقت كان لازال في قلاقل. في الفترة من 41 وحتى قيام ثورة 58 شهدت 29 وزارة، من 1 يونيو 41 إلى 14 تموز 58 29 وزارة، فطبعا كانت مسلسل تغيير الوزارات. ما أنا قلت يعني في الكلام السابق أنه تغيير قائم. تغيير وجوه ولا هي نفس الوجوه، نفس أدوات الشطرنج، نفس قطع الشطرنج، بس تغير مواقعها. بس كان هناك دائما عملية سوريا والعراق، العلاقات بينهم كانت بتمتلئ بكثير من التنافس نقول، أو محاولات الانقلاب. قامت أول محاولة انقلاب في سوريا أو انقلاب حقيقي قادها حسني الزعيم في سوريا، ثم جاء سامي الحناوي بعد ذلك، ثم جاء أديب الشيشكلي، ويقال أن هذه الانقلابات كانت بداية ليد مباشرة للولايات المتحدة الأمريكية في تغيير أنظمة الحكم في المنطقة. العراق وقف وراء بعض هذه الانقلابات، حتى يقال أن العراق كان وراء الإطاحة بحكم الشيشكلي. أنت تقودني إلى مسألة سياسية أخرى. كان الملك عبد الله يحلم بمشروع سوريا الكبرى. نعم. وفي سنة 1950 اقترح على الأمير عبد الله، والكلام سمعه من عبد الله نفسه. قال له أنه أولاده لا فائدة منهم، طلال ونايف، وأنه الأمل فيه، وأنه فيصل بعده لسه طفل ما معروف، وأنه الأمل في عبد الله. فاقترح عليه تشكيل اتحاد هاشمي بين العراق وبين الأردن على أساس يكون الملك عبد الله ونائب الملك عبد الله. فعبد الله يقول أنه لا، أنه أنا وصي أبقى نائب الملك، أبقى الملك فيصل. وأرسل بعض العراقيين لهناك لاستطلاع رأي الشعب وإيجاد نوع من الدعاية، لكن أوقفت بريطانيا، لا توافق على هذه.
الأمير عبد الله يعتبر نفسه كان وريث الشرعي لعرش الحجاز باعتبار نعم. أبوه كان آخر ملك ترك الحجاز. ففي سنة 38 بعد تخرجه من فيكتوريا دعي إلى وليمة عشاء في فندق كان الملك داود في القدس، وكان المندوب السامي بعد العشاء طلع ورقة للمندوب السامي وأعطاها للأمير عبد الله ذاك الوقت، فقرأها وأعطاها لعبد الله أن يوقع عليها. فعبد الله يقول أنه ترك العشاء وزعل وطلع برا، ما قبل يوقع عليها. كان محتويات الورقة أي؟ التنازل عن عرش الحجاز. فلم يوفق بها. المطلب القديم اللي كان لازال يحلم به. لأن كان دعوة البريطانيين أنه يجب أن يكون استقرار بين العائلة الهاشمية والعائلة السعودية كما هو، لا يجوز أي تغيير فيه. فأي كان مشروع كبرى كان مشروع لا توافق عليه بريطانيا. العلاقة مع سوريا؟ العلاقة مع سوريا ابتدت من هذه الملك عبد الله. حسن الزعيم ابتدى في، أنا حسن الزعيم شفته. التقيت به، جلست معه؟ جلست معه وتغديت معه. في أي مناسبة شفته؟ احنا ما خليتني نتكمل بعدين، بعد ما بنقدرش نقف عند كل شيء بالتفصيل. ما بعد الهدنة، بعد بقائي 45 يوم في المفرق، دعيت في برقية لإعلام التدريب على طائرات الهنتر الفيوري بمجيء الطلقات اللي قلت عليها من فاروق هدية إلى عبد الله. جاءت بعد الحرب طبعا. نعم جاءت بعد الحرب أثناء بالهدنة. فاقترح احنا رحنا استطلاع ان الطيارة لازم تطير على مطارات مسلفتة، فما كان اكو مطار الا مطار رياق ومطار دمشق في المنطقة. مطار المفرق كان مطار ترابي، مطار رياق كان الذي تلك الساعة كان تحت حكم الفرنسيين وملك الفرنسيين. يعني رحنا قابلنا رئيس أركان الجيش الأمير شهاب، وبعدين اتهمنا أنه هذا لا يزال بيد الفرنسيين، فأعطونا ورقة نروح على أساس من فؤاد شهاب اللي نشوف المطار، ما خلونا الحرس الفرنسيين نشوف، لكن أنا أخذت ما يلزم رغم وجودنا بالسيارة، أخذت ما يلزم من المعلومات، لأن كان هو ذلك من الاثوريين العراقيين اللي يسموا سنة 32 من العراق. أيوة نعم. كان الحرس هناك. فبعدين اقترحنا أن يكون المطار دمشق هو المطار الصالح في المنطقة اللي موجود فيها، وكان تعوزه بعض الأسفلت الموجود به، وكل العراق كان مليان بأسفلت، مع الأسف ما كانت أكو تعاون أبدا بيناتهم. ففي ليلة بعد منتصف الليل هناك منطلق الباب علي ويريدوك في معسكر القوة الجوية، وجينا الضباط الطيارين قاعدين ننتظر انه نسافر الى الشام في برقية مستعجلة. نسافر الشام وين؟ الطيارات العتاد عند جند المشجب، والجند المشجب في بيته ما حد يعرف عنوانه. فما جاء للصبح، احنا قاعدين نعمل لا شيء. فما استطاعوا الجنود يملون يعني حتى لا أدخل في تفصيلات لا تهم المشاهد. أنا عايز لقائك بحسن ما الزعيم. راحت 6 طيارات إلى الشام. أنا واحد منهم. فأخذنا زرنا حسن الزعيم، لقيته في المرة الأولى بأن استطلعنا مطار الشام، فمدح وقال كل المطار تحت تسهيلاتكم، كل الأشياء الأخرى. نعم. هو كان قائد قوة جوية خاندان كان اسمه. وبعدين بعد ما جينا كل الضباط عزمنا في مقره في الجبهة، وشوفنا الجبهة هناك بالقنيطرة، تغدينا مع بعض، كان وفد أمريكي وفرنسي كان جاي من الولايات المتحدة يستطلعون الموضوع، وشفت الرجل. تقييمك إيه شخصيته باختصار؟ يعني معلوماته بسيطة، ما كان عنده عمق استراتيجي. حتى من شوفنا الجبهة بتاعتهم كان وراء جسر بنات يعقوب حوالي كيلومترين، وكان صفين صف من الصخر، والإسرائيليين كانوا أمامنا على بعد 450 متر، وكان يشوف يعني أنه يعتقد أنه هذه المواقع حصينة. ما أعتقد يعني كان ذا بإمكانية معينة. في 23 يوليو 1952 قامت
ثورة يوليو في مصر أو انقلاب الضباط الأحرار في مصر. في 12 أيار مايو 1953 بلغ فيصل سن الرشد وتوج ملكا على العراق، وأصبح عبد الإله وليا للعهد الذي كان وصيا على العرش. وفي أول سبتمبر 53 أصبحت طيار الملك ومرافقه. في الحلقة القادمة أبدأ معك. أنا طيار من قبل هذه، طيار من 48 الملك، طيار للرف الملكي. نعم، لكن بس أنا حتى نكمل الموضوع على نهايته، أنه الانقلابات اللي صارت في العراق، انقلاب سامي الحناوي من العراق، نعم، انقلاب الشيشكلي من السعودية ومن مصر، أمريكا ما لدينا نقول الموضوع. أنا سأدخل في قضية الانقلابات لما أتناول ثورة يوليو وأعود. مع الأسف أنا لست خبير بأهلها أخبر مني، لكن أنا كل ما أنك أعرف أفرق ما في جيبتي في من سنفرق ما في جيبتك في هذا الموضوع، وخاصة وأن بعد انقلاب 52 أو ثورة 52 في مصر بدأ الإعداد لثورة 58 في العراق التي شاركت أنت بشكل مباشر. فأشكرك شكرا جزيلا، كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادات السيد عارف عبد الرزاق رئيس وزراء العراق الأسبق. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.